وأنزل في تشريف الله آية قرآنية وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أحمده تعالى أن جعلنا وإياكم من هذه الأمة المحمدية الفائزة بالوصول إلى السلام وأشكره على هذه العطية وأسأله العفو والعافية لي ولكم ولجميع المسلمين وحسن الختام صلوا على النبي أحمد يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب
Salam ala Nabi Muhammad.